خلينا نطلع نشوف ماذا قال الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن افتتاح جراج مقر النادي الأهلي في مدينة نصر، ونرجع نكمل بقية اللقاءات اللي معانا. تواجد جراج هنا في أهلي مدينة نصر، ودي كانت للأمانة من أحلام برضو مجالس إدارة سابقة كتير، ان ربنا وفقنا بقيادة كابتن محمود الخطيب في الفتره دي ان احنا نقدر ننجز حاجه زي كده. انا كاهلاوي سعيد وفخور وفرحان جدا، بعيدا عن كون عضو مجلس اداره كواحد اهلاوي. الحمد لله منظر بديع جدا، تتفرج على المنظر حاجه مبدعه، نادي في وسط الكتله السكنيه دي الحمد لله، ومع ذلك تقدر تعمل جراج وتريح الاعضاء اللي هم جزء اصيل اللي هو اعضاء النادي الاهلي، زي ما كابتن محمود كان بيقول اعضاء النادي الاهلي اللي هو جمهوره، يعني في النهايه كل ده بينصب لمصلحه النادي الاهلي ولخدمه اي حد بينتمي لاسره النادي الاهلي. هو برضه هاخد من الكلام ده ان احنا دايما اي حاجه احنا بننجزها هي حق للنادي علينا، حق للنادي الاهلي واعضائه وجمهوره علينا. فأي إنجازات حصلت الحمد لله، اللي هي زي ما كابتن محمود كان بيشرح في حاجات تعدد البرنامج الانتخابي الحمد لله، في حاجات برنامج انتخابي بسيطة لظروف معينة، ظروف الكورونا أو خلافه ما تمكناش منها، ودي حاجات بسيطة جدا. إنما في إضافات تانية، في مبادرات تم تنفيذها كانت خارج البرنامج الانتخابي، فالحمد لله إن ربنا يعني مكننا من كده. وبنشكر طبعا كل الكلام ده مش مجلس إدارة لوحده، مجلس إدارة بتعاون مع كل إدارات تنفيذية، مع كل العاملين بالنادي الحمد لله، وطبعا قياده مميزه جوه النادي الحمد لله، قياده جماهيريه بتاع الكابتن محمود دي في حد ذاتها بتخلي في تجاوب مع كل الاجواء كل جوه النادي عشان نعرف ننجز اكتر وقت. الحمد لله اكبر دعم ان احنا اهو متواجدين في الرقعه دي في قلب القاهره، وان الحمد لله ساعدنا الدوله ان احنا نقدر نعمل الجراش اللي هو حلم الاهلاويه، وفي حاجات كتيره قوي الحمد لله تلقينا دعم الدوله في استاد النادي الاهلي اللي هو حلم بتاعنا في الشيخ زايد في الارتفاعات. وان شاء الله دايما احنا بنقول النادي الاهلي هو جزء اصيل من الوطن والدوله المصريه الحمد لله، فدايما موفقين ودايما النادي الاهلي في العلالي يا رب. زي ما حضراتكم شايفين، ولسه عندنا حاجات كتيره جدا، لسه مجلس اداره النادي الاهلي بينتظر الاعلان عن كل اللي حصل خلال الفتره السابقه الحقيقه، لان جمهور النادي الاهلي واعضاء جمعياته العموميه يستحقوا اكتر من كده بكتير جدا جدا، وعندنا مجلس اداره الحقيقه على قلب رجل واحد. يعني دايما تسمع ان في مش عارف ايه هنا خلافات كذا وهنا، ما عندناش الكلام ده. اذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر بيكون على الترابيزه، وده طبيعي جدا جدا، ما فيش حد بيقول اه، يعني في ناس بتقول اه وفي ناس بتقول لا، ولكن في النهاية الكل ده اللي اتعلمناه داخل النادي الأهلي، ان الكل دائما بيخرج على قرار واحد وعلى قلب رجل واحد. قرار اللي بيتاخد دايما مجلس إدارة النادي الأهلي بيبقى في ظهره، الرافض ليه والموافق عليه بيبقى دايما في ظهره. ده اللي اتعلمناه جوه النادي الاهلي، وده دايما اللي احنا بنسعد بيه. عشان كده الحقيقه عندنا اعضاء مجلس اداره كلهم محترمين زي ما حضراتكم شفتوا، الاستاذ طارق انديل